مناطق متهالكة لا يمكن تخيلها في الكويت. تعيش فيها الأسر المحتاجة أوضاعا معيشية صعبة جدا. الكثير محرومين من التعليم. الكثير من أطفالهم يبيعون في الشوارع تحت أشعة الشمس الحارقة. الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملتحقين بمدارس ومراكز تأهيلية. والكثير يحتاجون لعلاج وأدوية ولأجهزة كهربائية ومكيفات، لا سيما وأننا نعيش أجواء حارة جدا لا يمكن تحملها. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم المساعدات على مدار العام ل5000 أسرة مسجلة في إدارة المساعدات المحلية، لكن الحاجة كبيرة جدا، فلنمد يد العون لهم ونخفف من أعبائهم ونؤمن لمجتمعنا أمنا إنسانيا.